هل الحياة ظاهرة مذهلة مقتصرة على كوكبنا؟ هل توجد حياة خارج الأرض؟ لطالما طرحت البشرية هذا السؤال على نفسها، لكن لم يعثر بعد على إجابة. ومع ذلك، فبفضل أحدث التطورات الاستثنائية في علم الفلك، يبدو أننا بتنا قريبين من حل هذا اللغز. تعمل مجسمات الفضاء الحديثة على استكشاف أحدث الكواكب والأقمار في نظامنا الشمسي، بينما تجوب تلسكوبات متطورة الكون بحثاً عن الإجابات، ونتائج الأبحاث جاءت مذهلة. أحد الإنجازات الكبيرة لعلم الفلك في العقدين الماضيين كان اكتشاف أن غالبية النجوم لديها كواكب، وعدد الكواكب يفوق عدد النجوم. توصل الفلك لهذه النتائج بفضل مسبار كابلر الفضائي التابع لوكالة ناسا، الذي كان إطلاقه في عام 2009 علامة فارقة في البحث عن الحياة خارج حدود نظامنا الشمسي. بتنا الآن نعرف أن في مجرتنا وحدها مليارات من الكواكب الخارجية الشبيهة بالأرض. وبالنظر إلى اتساع الكون، ومع وجود أكثر من 100 مليار مجرة، من الصعب تصور أنه لا يوجد في مكان ما كوكب شبيه بالأرض يمكنه استضافة الحياة، والعثور عليه ليس سوى مسألة وقت. هذا يغير قواعد اللعبة، يغير فكرتنا عن إمكانية العيش في مكان آخر. فالكواكب الخارجية والكواكب ذات الظروف القاسية قد يغيران كل شيء. هذا يقودنا إلى الاعتقاد بأنه في البيئات التي تبدو قاسية في نظامنا الشمسي توجد حياة في مكان ما، أو ربما وجدت ذات يوم. قد نجد بعض أشكال الحياة في بحيرات الميثان الغريبة على نجم تايتن، في المحيطات المخبأة تحت السطح الجليدي الغامض لأوروبا، أو في السخانات العملاقة على أنسيلادوس، أو في سهول المريخ الصحراوية. إن وجود نوع حي آخر ضمن النظام الشمسي يعني أن نشأة الحياة هي حدث متكرر. لا نعرف ما إذا كان اكتشاف الحياة سيحدث أولا على أحد هذه الأقمار أو الكواكب ضمن نظامنا الشمسي، أو على كوكب شبيه بالأرض خارج المجموعة الشمسية. لكن ما نعرفه حقا هو أننا الآن أقرب من أي وقت مضى إلى الكشف عن واحد من أعظم أسرار الطبيعة، وهو ما إذا كانت هناك حياة في الفضاء الخارجي. الحياة مزيج مثالي لدرجة لا تصدق من العناصر القادرة على خلق المادة الحية، وهي على الأرجح أكبر ألغاز الطبيعة. إنها مزيج من المواد التي تظهر سمات معينة تشمل الاستجابة، النمو، التمثيل الغذائي، تحويل الطاقة والتكاثر. لا نعرف حتى الآن بالضبط ما هي الحياة، ولدينا تعريف عملي قد يكون تعريفي المفضل، هو أن الحياة عبارة عن كيان كيميائي وهو محاط بذاته وقادر على التطور الدارويني عن طريق الانتقاء الطبيعي. تشير بعض الدراسات إلى أن الحياة ربما بدأت على الأرض قبل 41 مليار عام، وهذا يعني أنها أصغر عمرا من الأرض. والسؤال الذي يطرح نفسه على الفور هو: هل الحياة ظاهرة مقتصرة على كوكبنا؟ لا توجد إجابة سهلة عن هذا السؤال. لقد بدأت كيمياء الحياة بعد فترة وجيزة من الانفجار العظيم، أي قبل 138 مليار عام، خلال حقبة كان فيها الكون مهيئا للعيش فيه.
حين لم يكن عمر هذا الكون يتجاوز ما بين 10 إلى 17 مليون عام. ربما نشأت الحياة بشكل مستقل في أماكن كثيرة من أرجاء الكون، ثم انتشرت ربما عن طريق النيازك أو المذنبات بين الكواكب الصالحة لاستضافة الحياة ضمن عملية تسمى التبذر الشامل أو البانسبيرميا. وعلى كل حال، ربما تشكلت جزيئات عضوية معقدة في القرص الكوكبي الأولي لحبيبات الغبار المحيطة بالشمس قبل تكون الأرض. ووفقا لهذه الفرضيات، يمكن لهذه العملية أن تحدث خارج الأرض على العديد من الكواكب والأقمار التابعة للنظام الشمسي وعلى كواكب النجوم الأخرى، ما يعرف بالكواكب الخارجة عن المنظومة الشمسية. ما فتئ الجنس البشري منذ العصور القديمة يسأل نفسه عما إن كنا وحدنا في هذا الكون، وعما إذا كانت هناك حياة خارج الأرض. ربما لا تسهل الإجابة، ومع ذلك فقد فتنتنا دوما. اهتم علماء الفلك بسؤال الحياة خارج الأرض. يمكننا أن نتعقب ذلك من خلال الكتابات القديمة للإغريق والرومان والصينيين وما تحويه من تكهنات حول الحياة خارج الأرض. والقضية الرئيسية المتعلقة بالبحث عن الحياة في الفضاء الخارجي هي تحديد مدى إمكانية وجود ظروف تجعل الحياة ممكنة. ومن الضروري في هذه الحالة أن يوجد مصدر للطاقة في نجم قريب مثلا، وذلك لإحداث التفاعل الماصل للحرارة أو للطاقة، كما أن المواد الخام والكربون تنشأ تدريجيا وتشكل الجزيئات العضوية. المكونات الأساسية للحياة متوافرة على الأرض، ونحن نعرف أنها متمثلة بالكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين وغيرها. هذا ما نبحث عنه على كواكب أخرى لنجد الحياة كما نعرفها. هذه المكونات الأساسية للحياة كما نفهمها على الأقل موجودة في كل مكان. لا غنى عن وجود سائل أو غاز شديد الكثافة ليعمل مذيبا لتفاعلات الكيمياء الحيوية لكي تحدث بسرعة وثبات، كما أن هناك حاجة إلى الماء السائل، المادة الكونية الضرورية للحياة فوق كوكبنا على الأقل، التي تتطلب وجود بنية خاصة ودرجات حرارة معينة في الغلاف الجوي. من أجل الحصول على بيئة صالحة للعيش فيها نحتاج إلى 3 أشياء: نحتاج إلى الماء السائل وإلى مواد عضوية وإلى الطاقة. وهناك عدد من الأماكن ضمن النظام الشمسي يعتقد أن هذه العناصر 3 متوافرة فيها. بعد أن عرفنا الشروط الرئيسية لجعل الحياة ممكنة، يطرح السؤال التالي: كم عدد الكواكب أو الأقمار ضمن نظامنا الشمسي التي تلبي هذه الشروط؟ بالنظر إلى أهمية وجود الماء السائل للحياة خارج كوكب الأرض، ثمة 3 مرشحين يرجح احتواء كل منها على المياه السائلة ضمن نظامنا الشمسي، وهي كوكب المريخ، قمر المشتري، يوروبا، وقمر زحل المسمى أنسيلادوس. إلى جانب المريخ، يوروبا وأنسيلادوس التي قد تحتوي على ماء سائل على أسطحها، هناك مرشح آخر ربما يجعل الحياة في نظامنا الشمسي، وهو أكبر أقمار زحل، تايتن. حتى عام 2004 ظل تايتن لغزا كبيرا لعلماء الفلك، حيث منعهم الضباب الكثيف الغامض من فهم سطحه. وفي عام 2004 وصلت المركبة الفضائية كاسيني إلى تايتن وأطلقت مسبارا صغيرا سمي هايجنز، وهذا سيغير كل شيء. هذه هي الصور التي سجلتها آلة تصوير هايجنز بينما كان ينحدر عابرا الضباب.
تشبه تضاريس تايتن تلك الموجودة على الأرض بوجود جبال ووديان وسهول. عندما هبط المسبار على السطح كشف عن أمر لم يتوقعه أحد. كانت هناك حصى في كل مكان شبيهة بالتي توجد في مجاري الأنهار على الأرض. عندما تنظر إلى تلك الحصى، أجل، لقد تعرضت لعوامل الحد وقد تم تحريكها بواسطة السيول والأنهار، لكنها ليست حجارة بالمعنى الذي نفهمه، بل هي في الواقع ماء متجمد لدرجة أنه يبدو كالصخور. كيف تشكلت هذه الصخور ونحتت؟ هل يوجد ماء سائل على سطح تايتن؟ عند حرارة 180 درجة مئوية تحت الصفر يفترض أن يتجمد الماء لدرجة التصلب. كان رادار كاسيني يحمل الحل، أظهر لنا أن سطح تايتن يحوي مئات البحيرات. الفرق الكبير هو أنها ليست عبارة عن ماء سائل، بل يتألف من الميثان والإيثان السائلين. هذان المكونان الهيدروكربونيان يعدان على الأرض من الغازات المتبخرة، ولكن في ظل درجات حرارة تايتن الباردة أصبحا سائلين. يحتوي غلاف تايتن الجوي على الميثان والإيثان ومواد عضوية أخرى، وقد شكلت نوعا مختلفا للغاية من التفاعلات الكيميائية، لكنه نوع يشبه ما كانت الأرض عليه قبل وفرة الحياة. كل هذه العوالم بعيدة جدا عن حرارة الشمس، لذا فهي شديدة البرودة، وبعضها يتعرض لمستويات عالية جدا من الإشعاع نظرا لامتلاكها أغلفة جوية رقيقة للغاية، وبالتالي فإن بيئاتها معادية تماما للحياة، لكن الحياة ربما وجدت طريقها. نعرف أشياء عن الكائنات المحبة للظروف القاسية وعن أشكال الحياة الموجودة في الظروف البيئية المختلفة. حين كنت طالبة قيل لي إن هذا مستحيل، من المستحيل أن توجد حياة هناك، فتلك الكواكب قاسية باردة حمضية تحتوي الشروط الأساسية فقط، وهي ذات ضغط مرتفع جدا وتتعرض للكثير من الإشعاعات، تطورت لتزدهر. لذا فإن هذا المجال الجديد المنسجها لدراسة الكائنات المحبة للظروف القاسية يغير قواعد اللعبة، يغير فكرتنا عن إمكانية الحياة في مكان آخر. الكائنات المحبة للظروف المتطرفة مثل البكتيريا التي تعيش في فتحات براكين أعماق البحار السامة والشديدة الحرارة تقدم نظرة شافية للحياة التي ربما تطورت على كواكب أخرى تتشارك معظمها بيئات قاسية غير مضيافة، التي قد تشمل أيضا درجات حرارة متجمدة وقدرا يسيرا من الشمس. لقد منحنا هذا نظرة مختلفة لما كان ضروريا فعلا للبقاء على قيد الحياة، وفجأة نزف النظام الشمسي بشكل كلي أفق ما نسميه قابلية التوسع والبيئة الصالحة فجعلها تمتد لتجتاز حدودا لم يكن لنا أن نتخيلها. أصبحت فرص العثور على الحياة في أي من هذه العوالم النائية ضمن النظام الشمسي أعلى بكثير، وبات العثور عليها مسألة وقت لا أكثر. من بين 160 أو نحو ذلك من كواكب وأقمار النظام الشمسي، حظي المريخ حتى الآن بالقدر الأكبر من اهتمام علماء الأحياء الفلكيين. ثمة العديد من الدلائل تشير إلى أن المريخ كان في وقت مبكر جدا من تاريخه يشبه الأرض إلى حد بعيد، حيث توجد مساحات شاسعة من الماء السائل وغلاف جوي سميك ومصادر طاقة كبيرة للحياة ومخزون جيد من الجزيئات العضوية. في الحقيقة ما أود قوله عندما تقارن بين الكوكبين هو أنه ليس عليك أن تخترع كلمات لوصف المريخ، فلديك الجبال، لديك الأخاديد، لديك القطبان، ولديك الكثبان الرملية. توجد أدلة على أن المريخ كان ذا ماض أكثر دفئا ورطوبة. قاع الأنهار الجافة، الأخاديد الشاسعة التي حفرتها الفيضانات الملحمية،
وديان نحتتها الأنهار الجبارة، وقمم جليدية قطبية، براكين، ومعادن تتشكل إثر وجود الماء. كل هذه وجدت على سطحه. هناك العديد من الأدلة على وجود الماء السائل في وقت مبكر من تاريخ هذا الكوكب قبل زمن بعيد، نحو 4 مليارات عام. لكن الأدلة تشير إلى أن كل تلك المياه اختفت عن سطحه قبل مليارات السنين، حيث انخفضت حرارة المريخ وفقد غلافه الجوي. هل حصلت الحياة على موطئ قدم على هذا الكوكب؟ بينما نبحث عن أدلة تشير إلى وجود شكل قديم من الحياة على المريخ، يعتقد البعض أن لدينا الأدلة التي تثبت أن تلك الحياة انتقلت إلى كوكبنا نفسه. وأفضل مثال على هذا هو نيزك آلان هيل. لدينا قطعة من المريخ هنا في المختبر، ما زالت موجودة. نيزك آلان هيل الرقم 84001، وهي صخرة اقتلعت من المريخ نتيجة صدمة قبل ملايين السنين. تجولت في الفضاء وهبطت على الأرض على الصفيحات الجليدية في القارة القطبية الجنوبية أثناء موسم ما بعد الربيع عام 94، حين كان الجليد يذوب، وتم جمع تلك الصخور السوداء في برك الجليد الذائب. أدركنا من خلال الغازات التي كانت ضمن تلك الصخرة أنها كانت صخرة من المريخ، فدرسناها مجهريا وخضنا جدالا علميا كبيرا، لأن بعض العلماء ادعى أن السمات الموجودة في تلك الصخرة لا يمكن أن تنتج إلا عن عمليات بيولوجية، فيما قال آخرون لا يمكن أن نحصل على هذه النتيجة من عمليات جيولوجية. لقد بدأ البحث عن الحياة على الكوكب الأحمر منذ عقود. عام 76 أجري بحث عن الحياة الميكروبية على الكوكب الأحمر لأول مرة على الإطلاق. بعد عقدين من الزمن في عام 97 اتخذت مهمة باثفايندر خطوة جديدة إلى الأمام في هذه المغامرة الباحثة عن الحياة، حيث عثرت على المغنيسيوم والألومنيوم والحديد والفوسفات في صخور المريخ، وكلها مواد يمكن أن تدعم الحياة. عام 2008 استكشفت المركبة الفضائية فينيكس القطب الشمالي للمريخ. وبعد الحفر لبضعة سنتيمترات عثرت على مادة بيضاء تبخرت بعد بضعة أيام، وقد كشف تحليل تلك المادة أنها كانت ماء متجمدا. قامت الأقمار الصناعية بمسح الطرفين القطبيين، ووصلت إلى أن هناك الكثير من الماء المتجمد تحت طبقة من ثاني أكسيد الكربون المتجمد. إن ذاب كل هذا الجليد، فالمحيط الناتج عنه الذي يتجاوز عمقه 25 مترا سيغطي الكوكب بالكامل. وقد اكتشفت الأقمار الصناعية نفسها أن هناك ثلوجا مدفونة في كل مكان تحت السهول الصحراوية. كان هذا اكتشافا صادما، فهو يعني أن المريخ يحوي كميات هائلة من الماء المتجمد في كل مكان. لكن هل يمكن أن توجد الحياة في الثلج المدفون نفسه؟ بتنا نعرف الآن أن هناك كائنات دقيقة للغاية قادرة على العيش في بيئات مماثلة في الوديان الجافة ضمن القطب الجنوبي هنا على الأرض. المريخ حاليا بارد وجاف، وهو يشبه بعض المناطق في القطب الجنوبي اليوم. إنه أشبه بصحراء باردة، بمعنى آخر لن يكون الماء السائل مستقرا هناك. إن فتحت زجاجة من الماء فهي ستتبخر فورا لأنه جاف للغاية. لقد عثر على الجليد المدفون تحت طبقة من التراب الجاف كما يحدث على سطح المريخ،
وعند نقطة التقاء التراب بالثلج يوجد خيط دقيق من الماء السائل، حيث ازدهرت حياة الكائنات المحبة للظروف القاسية فترة وجيزة فقط. تبقى هذه الكائنات المجهرية متجمدة ونائمة طوال العام تقريبا، ولا تزدهر حياتها لأكثر من بضعة أسابيع في الصيف. خلال صيف المريخ من الشائع أن تصل الحرارة لعشرين درجة مئوية عند خط الاستواء، لذا فقد يذوب الجليد المدفون ويخلق ظروفا مماثلة للموجودة في أودية القطب الجنوبي الجافة. من المحتمل أن أي من الميكروبات التي ربما وجدت هناك تعيش داخل الصخور أو تحت طبقات منها، والميكروبات هنا تعيش تحت السطح، وقد يكون هذا قابلا للتطبيق على سطح المريخ. يمكن أن تثبت مهمة مستقبلية ما إذا كانت الفرضية صحيحة أم لا، لكن هناك احتمال آخر لوجود الماء السائل تحت سطح المريخ. يمكن لبراكين المريخ الضخمة مثل أولمبس مونز أن تساهم في توليد حرارة داخلية للحفاظ على المياه الجوفية. قد يعني هذا أن المخارج الحرارية المائية ربما تكون موجودة على المريخ أيضا، وبالتالي قد يكون واردا أن كائنات محبة للظروف القاسية شبيهة بالتي تزدهر في المخارج المائية الحرارية على الأرض قد تكون موجودة على سطح المريخ، ومع ذلك هذا غير مرجح. كل شيء سيتغير إن تمكننا من العثور على الماء السائل على السطح. في سبتمبر من عام 2015 وصلت المركبة الفضائية الاستطلاعية التابعة لوكالة ناسا لاكتشاف لا يصدق، حيث قدمت تلك المركبة الفضائية أقوى دليل على أن الماء السائل يتدفق بشكل متقطع على المريخ في يومنا هذا. ليس ماء شفافا نقيا، بل هو ماء موحل ومالح للغاية، وهذا ما يمكنه من البقاء مستقرا لفترة ما على السطح، وهذا يرجع لكون الضغط على المريخ منخفضا للغاية. باستخدام مقياس الطيف التصويري اكتشف الباحثون آثار المعادن المميهة على المنحدرات، حيث شهدت أشرطة غامضة على الكوكب الأحمر. لونها يصبح داكنا وتبدو وكأنها تتدفق إلى أسفل المنحدرات القاسية في المواسم الدافئة، ثم تتلاشى في المواسم الباردة. أثبت هذا الاكتشاف ما يمكن لأي منا تخيله. على سطح المريخ الحالي يوجد ماء سائل، وربما في بعض من تلك المجاري المائية السريعة الزوال تمكنت الحياة الميكروبية من الظهور. سيتعين علينا انتظار المركبات والمستكشفين المستقبليين لتأكيد هذه الفرضية. ما سيغير فعلا من فهمنا للكوكب الأحمر سيكون مهمتي ناسا وإي سي أي، وكلتهما جزء من برنامج استكشاف المريخ. منذ العام 2007 لم يكن الهدف الرئيسي إلى المريخ مقتصرا على تتبع المياه، سواء أكانت على شكل جليد أو ماء سائل، بل على استكشاف صلاحيتها للعيش، وقبل كل شيء على البحث عن علامات على وجود الحياة. كلما تعمقنا أكثر في أبحاث المريخ حصلنا على مزيد من الأدلة التي تفيد بأن التاريخ القديم للمريخ كان بالتأكيد داعما ومهيئا للحياة، والآن يتبقى لنا التأكد من الخطوة الأخيرة المتمثلة بتطور الحياة، وإن كان هذا قد حدث فأين تطورت؟ الهدف البعيد للبعثات المتجهة إلى المريخ هو الاستعداد لاستكشافه من قبل البشر، وهي خطوة ستكون بحق علامة فارقة جديدة للبشرية. الخطوة الأولى في برنامج الاستكشاف الطموح هذا هي برنامج إكسو مارس، وهو شراكة بين ESA ووكالة الفضاء الفيدرالية الروسية المعروفة بروس كوسموس بمشاركة وكالة ناسا. سيكون الهدف العلمي الرئيسي للبرنامج البحث عن بصمة حيوية محتملة على المريخ قديمة أو حالية. إكسو مارس هو برنامج متعدد المركبات الفضائية
أول بعثة ضمن برنامج إكسو مارس كانت عام 2006، أطلق عليها اسم المسبار المداري المتعقب الغاز TGO، وكان الهدف من هذا المسبار دراسة الغلاف الجوي المريخي بحثاً عن وجود الميثان والغازات الأخرى التي قد تكون مرتبطة ببعض العمليات البيولوجية. أما البعثة الثانية من برنامج إكسو مارس عام 2018 وهي مركبة إكسو مارس، هي عبارة عن مركبة تحتوي حفارتين بطول مترين لأخذ عينات من أعماق مختلفة تحت السطح، حيث يمكن العثور على الماء السائل. أما الخطوة الثالثة من برنامج استكشاف المريخ المبهر فهي بعثة ناسا مارس 2020. الهدف من مركبة هذه البعثة دراسة الأنواع المختلفة للصخور والتربة لفهم الظروف الصالحة للعيش على سطح المريخ وللبحث عن علامات تشير إلى الحياة الميكروبية القديمة. تتمثل إحدى وظائفها في مراقبة الطقس والغبار في الغلاف الجوي للمريخ واختبار القدرة على استخراج الأكسجين من الغلاف الجوي المحيط بالكوكب الأحمر والمليء بثاني أكسيد الكربون تحضيراً لاستكشافه المستقبلي من البشر. قد تحل أي بعثة من هذه البعثات المتقدمة اللغز المتعلق بوجود أدلة سابقة أو حالية على وجود حياة على المريخ. بعيداً جداً عن المريخ يوجد عالم فريد آخر قد يؤوي الحياة، وجهتنا التالية في بحثنا عن الحياة هي واحد من أقمار المشتري يوروبا، ويوروبا واحد من أكبر أربعة أقمار تدور حول المشتري. إنه أصغر بقليل من قمرنا، وحرارة سطحه الجليدي أقل من 160 مئوية تحت الصفر. تقريبا كل ما نعرفه عن يوروبا كان بفضل مسبار جاليليو الفضائي الآلي التابع لبكالة ناسا الذي مر بيوروبا 12 مرة. هذه كانت أولى الصور التي التقطت. إنه مغطى بطبقة رقيقة من الماء المتجمد، يملك أكثر سطح أملس لأي جسم صلب معروف في النظام الشمسي. إن سطح يوروبا متفرد ضمن النظام الشمسي، فهو يحتوي على عدد ضئيل للغاية من الحفر التي تخبرنا بأن السطح قد تغير أو تعرض لإعادة المعالجة عدة مرات. يظهر بعض أجزاء سطحه كتلا من الجليد منفصلة، لكنها تبدو وكأنها تكمل بعضها البعض، قد تكون تحركت بفعل المياه الذائبة أو السائلة تحتها. من المحتمل أن تمتد هذه التشققات إلى المحيط في مرحلة ما لإحداث بعض الترسبات المائية. هذه التضاريس الطبيعية الفريدة شبيهة إلى حد بعيد بجليد البحار على الأرض. قصت جاليليو كل هذه الأشياء مجتمعة وأضافت إلى تصورنا القائل بأن يوروبا يحوي محيطا سائلا تحت سطحه. عام 96 اكتشفت مركبة جاليليو الفضائية حقلا مغناطيسيا على سطح الكوكب، ما يشير إلى أنه لابد من وجود عملية كهربائية من نوع ما، ويحتمل أنها تنبع من محيط مالح قد يصل عمقه لمئة كيلومتر. في الواقع يبدو أن الدراسات والملاحظات والقياسات التي أجريت خلال العقود الماضية تشير بوضوح شديد إلى وجود محيط تحت السطح الجليدي. إذن لدينا العنصر الرئيسي الأول للحياة، الماء السائل. كيف يمكن أن يظل الماء سائلا عند درجة حرارة 160 مئوية تحت الصفر؟ لا بد من أن حرارة داخلية غامضة تقوم بإذابة الطبقة الجليدية. الجواب في كوكب المشتري. طرح احتمال أن يكون هذا نتيجة قوة الجذب والاحتكاك الناشئة عن مدار يوروبا الغريب حول المشتري. الجليد على سطح يوروبا يتعرض للتكسر، فهو ليس كتلة واحدة. يمكننا أن نعزو هذا إلى قوة الجذب والسحب. ثمة حرب تدور مع دوران يوروبا حول المشتري.
يمكننا أن نتخيل أن كل ذلك الاحتكاك يولد الكثير من الطاقة والكثير من الحرارة، ولدينا أسباب وجيهة للاعتقاد بوجود مصدر حراري مائي مستدام، ما يعني أن تسخين الماء يتم عبر هذه العملية. والبراكين في الأعماق قد تمثل بدورها فتحات تهوية حرارية توفر مصدر طاقة لتسخين المياه السائلة والحفاظ عليها، وبالتالي أصبح لدينا اثنان من شروط الحياة الثلاثة: السائل وهو ماء في حالتنا هذه، ومصدر للطاقة وهو الحرارة الداخلية. نحتاج فقط إلى مكون عضوي، وهنا ستزداد فرص نشوء الحياة كثيرا. لاحظت مركبة غاليليو الفضائية أن جليد يوروبا يحتوي على ثاني أكسيد الكربون. عندما يتأثر ثاني أكسيد الكربون بشدة بإشعاع كوكب المشتري، يمكن أن ينتج جزيئات عضوية بسيطة كغاز الفورمالديهايد، وهذه خطوات صوب الحياة. يمكن لعمليات المد والجزر التي تحدثنا عنها أن تعمل على دمج العناصر الداعمة للحياة معا في المحيط، لكن شيئا لم يثبت حتى الآن. في العام 2013 أعلنت وكالة ناسا عن اكتشاف مفاجئ حول قشرة يوروبا الجليدية، حيث تم الكشف عن مادة شبيهة بالطين، وهي على وجه التحديد الفيلوسيليكيت. فالفيلوسيليكيت هي طبقات من المادة السيليكية، وهي اسم مبتكر للصلصال، وهو نوع من المعادن التي تتكون بوجود الكثير من الماء. وعلى الأرض ثمة نظريات تفيد بأن هذا الصلصال وجد حين كانت الحياة هناك تتطور. وفقا لبعض الفرضيات، قد يكون وجود هذه المعادن العضوية نتيجة تصادم مع كويكب أو مذنب. بوجود الماء السائل ومصدر الطاقة وكتل البناء الكيميائية اللازمة التي ربما وصلت عن طريق المذنبات أو الكويكبات، يطرح يوروبا احتمالية أن تكون الحياة موجودة في أماكن لم يسبق لنا تخيلها. على عمق 3600 متر تحت الصفيحات الجليدية في القطب الشمالي، في الظلام الدامس تنتشر فتحات حرارية مائية تنفث ماء ساخنا للغاية، محملا بالكثير من المواد الكيميائية السامة. العلماء يعتقدون أن هذه الفتحات يمكن أن توجد في قاع محيط يوروبا. نعتقد أن المصدر المحتمل للطاقة في محيط يوروبا هو النشاط البركاني على الأرجح. لقد اكتشفنا مؤخرا أنه حول تلك الفتحات تتجمع كائنات حية دقيقة للغاية تغطي كيلومترات من قاع البحر في القطب الشمالي. اكتشاف الحياة هناك يوقظ بالفعل إمكانية وجود الحياة على يوروبا. قد يكون يوروبا أفضل مرشح لدينا، حيث يمكن أن نعثر على امتداد للحياة. والتحدي الآن يكمن في إثبات أن الحياة استطاعت أن تزدهر في هذه البيئة الغريبة. خططت وكالتا ناسا وإي إس إي لمهمتين مختلفتين إلى يوروبا ستتحريان قابليته لاستضافة الحياة في السنوات المقبلة. وفي عام 2015 وافقت إدارة ناسا على إطلاق مهمة جديدة إلى يوروبا للتحري حول بيئته وللبحث عن إمكانية نشوء الحياة عليه. ستكون مهمة وكالة ناسا المرسلة إلى يوروبا متمثلة بمركبة فضائية سيتم إطلاقها عام 2020، وستكون مسبارا عالي القدرة ومقاوما للإشعاع، سيقوم بجولات متكررة قرب القمر الجليدي. سننظر تحت السطح أيضا لمعرفة المزيد عن هيكل القشرة الجليدية وبنية المحيط تحتها باستخدام أجهزة الرادار والكشف عن المجال المغناطيسي وأدوات أخرى. تقوم ESA بتطوير موازن لمهمتها الخاصة، وهي استكشاف قمر المشتري الجليدي المسمى مهمة جوس، والمخطط إطلاقها عام 2022 والوصول إلى المشتري عام 2030. ستقضي المركبة الفضائية 3 سنوات على الأقل في أخذ ملاحظات مفصلة
ليس حول يوروبا فقط، بل وأيضا حول كوكب المشتري الغازي العملاق وحول اثنين من أكبر أقماره، جانيميد وكاليستو. وسيتعين علينا الانتظار حتى العقد المقبل للتأكد من وجود الحياة أو انعدامها على يوروبا. ليس يوروبا المكان الوحيد المثير للفضول على هذا البعد في هذا النظام الشمسي. أيمكن أن تتوافر ظروف مماثلة على أقمار أخرى تدور حول كواكب أخرى أبعد حتى من الشمس؟ يدور حول كوكب زحل قمر صغير غامض يختلف تماما عن بقية أقماره التي يفوق عددها 60. فهذا القمر الجليدي الصغير الذي لا يبعد عنه سوى 500 كيلومتر يسمى إنسيلادوس. خلال السنوات الماضية أصبح القمر الصغير الهدف الرئيسي لعلماء الأحياء الدقيقة لأنه كشف احتواءه على بعض من الظروف الاستثنائية المؤاتية لاستضافة الحياة. معظم ما نعرفه عن إنسيلادوس بفضل مهمة تسمى كاسيني، وهي مهمة مستمرة منذ سنوات عديدة، وهي عبارة عن مركبة مدارية تدور حول نظام زحل بأكمله وأقماره المختلفة، لكنها تولي إنسيلادوس اهتماما خاصا. قدمت إلينا مهمة كاسيني صورة مقربة لهذا العالم البعيد لأول مرة على الإطلاق. هذه كانت الصور الأولى التي التقطتها، السطح الأبيض واللامع مشوب بالشقوق والقمم والأخاديد. في القطب الجنوبي وصلت كاسيني لاكتشاف مفاجئ، فقد التقطت صورا لبعض التصدعات الكبيرة الغريبة التي نراها هنا باللون الأزرق، 4 شقوق متوازية سماها العلماء خطوط النمر. يبلغ طولها 120 كيلومترا ويصل عمقها لمئات الأمتار، وهي شبيهة بالأخاديد على الأرض. بعد عدة رحلات جوية قرب القمر كشف رادار كاسيني الحراري عن شيء غير متوقع. يفترض أن تكون خطوط النمر أبرد من بقية أرجاء القمر كما كانت في القطب الجنوبي، لكنها كانت تشع بالحرارة. كانت درجة حرارة الشقوق 80 تحت الصفر، أعلى 120 درجة مئوية مقارنة ببقية أنحاء القمر. إنه مكان حيث نرى دليلا على أن هناك شيئا عميقا يحدث من تلقاء ذاته، وهو يتعلق بإمكانات وجود بيئة صالحة للسكن. لكن النتيجة الأكثر إثارة للصدمة لم تظهر بعد. فحين أعيد توجيه كاسيني التقطت صورة صاعقة. كانت هناك نفثات هائلة من الجليد تنبعث في الفضاء. تمكنت الكاميرا من تصوير أعمدة من الماء والبخار وبلورات الجليد وهي تخرج من القطب الجنوبي لإنسيلادوس. أظهرت هذه الصور الحقيقية أن الأعمدة كانت تقذف بجزيئات الجليد إلى مسافة مئات الكيلومترات من خطوط النمر. يتم قذف هذه المواد من خلال التصدعات الموجودة على سطح القمر التي تبدو مرتبطة بالسطح الداخلي. ولكن كيف يمكن لهذا القمر الصغير أن يولد هذا القدر من الحرارة لدرجة أن يتمكن من الحفاظ على هذا النشاط الحراري الجوفي؟ يعتقد العلماء أن إنسيلادوس قد يملك مصدر حرارة داخليا مثل يوروبا، إذ إن الأخير وبينما يدور حول مدار زحل الهائل فإن الاحتكاك الناتج عن هذه العملية يؤدي إلى تسخينه، ما يذيب الجليد في لبه كما يحدث على يوروبا. كانت هذه الدفقات نفثات عملاقة من المياه التي انبثقت من سطحه الجليدي كتلك الموجودة في النقاط الساخنة جيولوجيا على الأرض. يحتوي كاسيني على كاشف يمكنه التحليق عبر هذه المواد الخارجة من القمر والتقاط بعض الجزيئات وتحليلها كيميائيا، وحين قام هذا الجهاز بعمله وجد أن بعض الجزيئات مالحة، والطريقة الوحيدة لإدخال الملح في الجسيم تكون بتبخيره، وهذا مؤشر آخر إلى أن إنسيلادوس يحتوي سائلا تحت السطح الذي تندفع منه هذه النفثات الجليدية. ولكن أيمكن لهذا أن
يثبت أن قشرة إنسيلادوس الجليدية كانت تخفي تحتها محيطا كسطح أوروبا؟ نحن بحاجة إلى مزيد من الأدلة، وقد حصلنا على الدليل التالي من مركبة كاسيني التي تدور حول إنسيلادوس من خلال تحليل مسارها بعناية بينما تدور حول إنسيلادوس لتقيس مباشرة كيف أن جاذبية إنسيلادوس تؤثر في المركبة الفضائية. وحين تم إجراء هذا التحليل وجدنا أن الكثافة موجودة تحت القطب الجنوبي بأكمله، ما يشير إلى أن لدينا بحرا إقليميا متأصلا تنطلق منه هذه الأعمدة. قد تكون هذه النفثات الجليدية مرتبطة بفتحات حرارية مادية نشطة في قاع المحيط، حيث يلتقي محيط القمر بالصخور التحتية، وهي موطن رئيسي محتمل للحياة. لكن ما زلنا لا نملك شيئا كفيلا بإثبات وجود حياة تحت هذه القشرة الجليدية. لقد اكتشف مطياف المسبار شيئا لافتا للغاية، فقد وجدوا في تلك النفثات المكونات الرئيسية الكيميائية للحياة. إنسيلادوس تحديدا مبهر لأنه حسب ما نعرفه يحتوي على المكونات الأساسية الثلاثة للحياة، وهي الماء السائل، المواد المغذية، والمواد العضوية. ولكن هل يدعم هذا العالم الفضائي الغريب الحياة فعلا؟ يمكن أن توفر السخانات الحرارية وصولا سهلا لأخذ عينات من المحيط الموجود تحت سطح القمر، وإن كانت هناك حياة مجهرية فيه فإن الجزيئات قد تحوي الأدلة التي يحتاجها العلماء للتعرف على أشكال الحياة. هناك مهمتان استكشافيتان اقترحت ناسا إطلاقهما إلى إنسيلادوس في المستقبل القريب، ستحاولان إيجاد دليل على الحياة في القمر الجليدي المتناهي الصغر. ستكون الأولى رحلة إلى إنسيلادوس وتايتن. هذا هو مفهوم مهمة البيولوجيا الفلكية لتقييم إمكانيات استضافة الحياة على إنسيلادوس وتايتن، قمري زحل. أما المهمة التالية التي تنتظر الموافقة والتمويل في مهمة تقصي الحياة على إنسيلادوس، ستقوم هذه المهمة المقترحة بالتقاط جزيئات ثلجية من إنسيلادوس القمر التابع لزحل ونقلها إلى الأرض، حيث يمكن دراستها بالتفصيل بحثا عما يشير إلى الحياة كالجزيئات الحيوية. من البسيط نسبيا من ناحية تكنولوجية إرسال مركبة فضائية إلى إنسيلادوس يمكنها التقاط تلك الجزيئات الجليدية التي يقذفها القمر وتحليلها في الموقع أو إعادتها إلى الأرض لإخضاعها للتحليل. للأسف لم تتم الموافقة على أي من هاتين المهمتين حتى الآن. ما زال علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الحياة قد وجدت أم لم توجد على هذا القمر الصغير التابع لزحل. بالقرب من إنسيلادوس يوجد آخر أهم المرشحين لاستضافة الحياة في النظام الشمسي، تايتن. تايتن هو أكبر أقمار زحل وواحد من أكبر أقمار المجموعة الشمسية، وهو أيضا القمر الوحيد الذي يعرف عنه كونه محاطا بغلاف جوي سميك. أظهرت بيانات مركبة كاسيني التي مرت بقمر تايتن عام 2004 وجود بحيرات هيدروكربونية. تايتن عبارة عن عالم رائع، إنه المكان الأكثر غرابة في النظام الشمسي، ففي الواقع وباستثناء كوكب الأرض هذا القمر هو المكان الوحيد الذي نعرف أنه يحتوي على بحار على سطحه، لكن تلك البحار ليست مكونة من الماء. في هذه البحار والبحيرات لا توجد أمواج لأن محتواها هو الميثان والإيثان السائلان، وهما أقل كثافة بكثير من الماء السائل، وهذان المركبان الهيدروكربونيان يعتبران على الأرض غازين متطايرين. لكن على تايتن حيث تبلغ الحرارة 180 درجة مئوية تحت الصفر هما سائلان، والتضاريس على تايتن مشابهة للموجودة على الأرض، فهناك بحار وبحيرات وصخور ملساء على قيعان الأنهار
وجبال وسهول وأودية، لكن هذه الجبال والصخور ليست مكونة من الصخور كما هو حال الأرض، بل من الماء المتجمد نتيجة درجة الحرارة التي تبلغ 180 درجة مئوية تحت الصفر على سطح تايتن البارد، ما يجعلها تبدو كالصخور. وقد أظهرت صور رادارات كاسيني أن الميثان السائل على قمر تايتن يشكل سحبا وعواصف رعدية، بل وحتى أنه يهطل على شكل أمطار. يؤدي الميثان في الغلاف الجوي هناك دورا شبيها لدور الماء في غلافنا الجوي. على الأرض لدينا دورة مياه، أما على تايتن فيؤدي الميثان دورا مماثلا، إنه يسقط على السطح على شكل مطر أو ضباب، ونرى قنوات وأنهارا حيث يتدفق الميثان إلى السطح ويقوم بمهمة جيولوجية مطابقة لتلك التي يؤديها الماء على كوكبنا. يخضع الميثان السائل لدورة شبيهة للغاية بدورة الماء على كوكب الأرض، والسؤال هو هل يمكن أن يفعل ما يفعله الماء على الأرض، أي أن يكون سائلا يسمح للجزيئات العضوية بالذوبان والتفاعل؟ ما من إجابة سهلة على هذا السؤال. يحتوي غلاف تايتن الجوي أيضا على العديد من الغازات العضوية مثل الميثان، الإيثان، الغازات الهيدروكربونية، ويمتلك ظروفا شبيهة بظروف الأرض في الحقب الأولى قبل 4 مليارات سنة التي سمحت للحياة بالتطور. من نواح عدة هذا الغلاف الجوي يجعل تايتن يبدو كالأرض في بداياتها كما لو كانت في الثلاجة، وهي أبرد بكثير، لكن من ناحية الكيمياء ما قبل الحيوية فإن العمليات نفسها تدور هناك. ما لا نعرفه هو ما إذا كانت هذه العمليات ما قبل الحيوية ستتحول لشيء ذي طبيعة حيوية على سطح تايتن أو تحت سطحه. لكن الميثان والإيثان السائلين أبرد من الماء السائل بحوالي 200 درجة مئوية، ويمكن للتفاعلات الكيميائية الحيوية أن تجري بوتيرة بطيئة للغاية، كما أن هذه المركبات تمتلك قدرة إذابة منخفضة للغاية مقارنة بالماء، وبالتالي فهي أقل دعما للحياة، كما أن الماء مفقود من الصورة بسبب درجة الحرارة البالغة 178 درجة تحت الصفر. أظهرت العديد من التجارب أنه بوجود غلاف جوي كالذي يحيط بقمر تايتن وإضافة الأشعة ما فوق البنفسجية، يمكن تكون جزيئات معقدة ومواد كيميائية مثل الثولينز، وهي مواد يمكن اعتبارها عوامل تمهيدية للحياة. ومهما بلغت علوم الكيمياء والفيزياء والأحياء من الغرابة، فإن الناس يحاولون التفكير فيما قد تكون عليه الحياة القائمة على الميثان، وهو على ما يبدو ليس الأفضل فيما يتعلق بتوفير بنية لنشأة الكيمياء الحيوية. النتيجة هي أن تايتن هو عالم غني بالمواد العضوية، مع وجود دورة للميثان قابلة للمقارنة بالعمليات الجوية والجيولوجية لدورة المياه على الأرض، وهو جدير فعلا باستضافة الحياة. خلال السنوات الأخيرة وحدت وكالتا ناسا وإي أس أي جهودهما لتطوير مهمة فضائية غير بشرية من شأنها أن تكشف أخيرا عن كافة أسرار تايتن، لكنها لم تنل الموافقة بعد. ومن أكثر المهام المقترحة إثارة التي تتجه للكشف عن أسرار بحيرات الميثان والإيثان على سطح تايتن، هناك غواصة تايتن التابعة لناسا. ستستكشف هذه الغواصة أعماق كريكن مير، وهو أكبر جسم سائل معروف على السطح. سيتم تصميم هذه المهمة لقياس المكونات العضوية على تايتن، وستكون أول عملية استكشاف لبحر خارج كوكب الأرض وتحليل طبيعته وربما مراقبة شواطئه. ولكن مهمة الغواصة لم تحصل بعد على الضوء الأخضر. هناك الكثير من الخيارات الممتعة لاستكشاف تايتن، لكن ناسا لم تختبر أي منها حتى الآن. إذن حتى الآن لا توجد رحلات فضائية مؤكدة إلى تايتن في السنوات المقبلة، لكن كل شيء يمكن أن يتغير إذا تم الوصول لاكتشاف صادم. إن احتمال نجاح أي من هذه المهام الفضائية في الكشف عن وجود حياة على كوكب المريخ، يوروبا، إنسيلادوس أو تايتن، ما زال احتمالا مجهولا.
لكن ما نعرفه الآن هو أننا بتنا أقرب بكثير من أي وقت مضى للوصول إلى إجابة حاسمة عن سؤال: هل هناك حياة خارج كوكب الأرض؟ قبل 50 عاماً بدأ عصر الاستكشاف الآلي لنظامنا الشمسي، وفي يوليو عام 65 أرسل مسبار مارينر الرابع أول صور مقربة للمريخ. أظهرت تلك الصور المشوشة عدم وجود نباتات على المريخ، كما أنها لم تقدم ما قد يتقاطع مع تصورات الأجيال الأولى من علماء الفلك. في ذلك الحين كان الرأي الأكثر انتشارا هو أن كوكب المريخ لم يكن الكوكب الأحمر فقط، بل والكوكب الميت أيضا باعتبار فرصة وجود حياة من أي نوع متناهية الصغر. لكن الأمور قد تغيرت جذريا بعد العام 65 بفضل التقدم غير العادي للتكنولوجيا التي سمحت لنا باستخدام مسبارات فضائية أكثر تطورا بكثير لاستكشاف جيراننا ضمن النظام الشمسي. العوامل الحيوية الثلاثة: الطاقة، السائل، والمكونات الرئيسية الكيميائية أصبحت أكثر انتشارا مما أدركنا حتى الآن. واليوم ليس مستبعدا أن نجد حياة خارج الأرض ضمن نظامنا الشمسي. لا يمكن إنكار أن اكتشافا ضخما كهذا حتى لو كان مجرد حياة ميكروبية سيكون صادما للبشرية، لأنه ينطوي على الخطوة الأولى للاعتقاد العالمي بأننا قد لا نكون وحدنا في الكون. بعد ذلك يمكن أن تتوافر الظروف الصحيحة خارج حدود نظامنا الشمسي في الفضاء الخارجي النائي. اليوم راح أقوم باختبار وتشغيل الروبوت اللي صنعته. طبعا إمكانيات هذا الروبوت ممتازة، بإمكانه أن يرفع ويتحكم وزن أو كتلة مقدارها 1.1 كيلوغرام في حيز فضاء حجمه 8 متر مكعب. طبعا هذا الروبوت كلفني أكثر من 3 سنوات من العمل والتصميم والتصنيع، إضافة إلى آلاف الدولارات. طبعا كل هذا يعني قمت به وحدي. طبعا استخداماته واسعة، ممكن استخداماته تطبيقات صناعية أيضا، وهو قابل للبرمجة، وهو مبرمج حقيقة. هاي برمجته لصنع عصير مثل ما نشوف يعني بعد قليل، لذلك ممكن نشاهد الآن. بسم الله. Thank you.
شكرا جزيلا.